السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أحب علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن لماذا علي دون غيره بالذات؟ وردت عشرات الأحاديث عن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله في علي وفي حب علي، منها: لو اجتمع الناس على حب علي عليه السلام لما خلق الله النار، حب علي براءة من النار، وفي حديث آخر: حرمت النار على من أحب علي بن أبي طالب، حب علي عبادة، هذا حديث آخر، وحديث آخر: السعيد من أحب عليا في حياته وبعد مماته، وفي حديث آخر: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي حديث آخر: أحب عليا فإن الله يحبه واستحيوا منه فإن الله يستحيي منه، وفي حديث آخر: من أحب عليا فليتهيأ لدخول الجنة، وفي حديث آخر: أول من يدخل الجنة محبك يا علي، وفي حديث آخر: من مات على حب علي عليه السلام ختم الله له بالأمن والإيمان، وفي حديث آخر: ما ظنكم بحبيب بين خليلين، وحب علي بن أبي طالب عليه السلام فيه توزن الأعمال. أختم بقصة الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي مع إحدى طالباته. يقول: كنت أدرس في جامعة السوربون الفرنسية الشهيرة، وفي يوم من الأيام استوقفتني إحدى طالباتي وسألتني السؤال التالي، قالت: أنت مدرسي وأنا أحرص على قراءة كتاباتك ومقالاتك وحضور محاضراتك، وقد لفت نظري أنك تتكلم دائماً عن شخص مسلم اسمه علي، من هو علي ولماذا أثر فيك كل هذا التأثير؟ قلت لها، والكلام لجارودي: علي هو ابن عم نبي الإسلام محمد وزوج ابنته وقائده العسكري، وكان الرجل الثاني في الإسلام بعد محمد وخليفته، وهو شخصية فذة لا مثيل لها. سأسألك سؤال لتبيان أو لتبين حالة أو جزء بسيط من هذه الشخصية، يقصد علي. قالت: تفضل، والكلام للطالبة. قلت: لو أنك عبرت الشارع وجاءت سيارة مسرعة وضربتك، ماذا سيحصل لك؟ قالت: سأموت حالا أو يغمى علي. قلت: حسنا، وماذا سيحصل لك لو وقعت من الطابق الرابع؟ قالت: نفس الجواب، إما أن أموت في لحظتها أو يغمى علي. قلت: هذا الرجل تعرض لضربة سيف وهو ساجد يصلي، وقد وصلت الإصابة إلى داخل تجويف الجمجمة، لكنه بعد يوم واحد فقط من الضربة راح يملي وهو على فراش الموت وصية إلى ابنه البكر الحسن، وهي أروع ما عرفه التراث الإنساني عبر تاريخه على الإطلاق، تتضمن الحكمة والموعظة والتوادد، وقد بقي بكامل وعيه وكتب أجمل وصية كتبها أب لولده في تاريخ الإنسانية. قالت الطالبة وهي متأثرة: وماذا قال فيها؟ قلت: سأروي لك بعضا منها. قال لابنه الحسن: ارفق يا ولدي بأسيرك، أي القاتل بين قوسين عبد الرحمن بن ملجم، وارحمه وأحسن إليه وأشفق إليه، بحقي عليك أطعمه يا بني مما تأكله، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما ولا تغل له يدا، فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة، لا تحرقه بالنار ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت جدك رسول الله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، وإن أنا عشت فأنا أولى به بالعفو عنه، وأنا أعلم بما أفعل به. أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوى عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا.
يقول روجيه جارودي الفرنسي: وأنا أروي لها بعضا من وصيته، كانت الطالبة الفرنسية تكفكف دموعها وهي تستمع إلي. ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وربي يحفظكم، وفي أمان الله.